المزارع يستدين أيضا من البنوك. نعم. فعندما يبيع محصوله بهذه الأسعار يجد نفسه غير لا يستطيع أن يسدد ما عليه للبنوك. فيجد نفسه في بعض الأحيان أنه مدان للبنك. مدان للبنك ويجب أن يدخل في الحراسة، يعاقب، علما بأن المزارع هو ذلك الخط الذي يوزع الاقتصاد البلد على كل الشعب السوداني، لأن المزارع عندما يزرع هو الذي يشغل يوفر رزق العمال، عندما يحرس أرضه هو الذي يشغل الآليات، عندما يرحل إنتاجه هو الذي يشغل الشاحنات، عندما ينتج قطنا هو الذي يشغل المحالب ويشغل العمال، هو الذي وعندما يقف المزارع، وهذا الذي حدث في السودان الآن، ما في زراعة، في عطال، الناس ما لقى شغل لأنه المزارع هو أس العمل في البلد، هو متوقف، وبذلك وقفت الحياة.